السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم طلابي وطالباتي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض حصص علم النفس والاجتماع. النهاردة بنكمل مع بعض دروس علم النفس الوحدة الأولى، وهناخد النهاردة الدرس الرابع من أو الموضوع الرابع من الوحدة الأولى، وبنستكمل بدروس وموضوعات علم النفس. إحنا شباب أول ما بدأنا خالص دراسة علم النفس وتعرفنا يعني إيه علم نفس، قلنا ان لقب العلم عشان ياخدوا اي علم في الوجود ياخد اللقب كده ويبقى اسمه علم كذا، بيكون محتاج لثلاث حاجات. اولا ان يكون عنده موضوع حاجة بيدرسها، ويكون عنده اهداف او هدف بيسعى لتحقيقه. واحنا كنا سبق ودرسنا موضوع علم النفس وعرفنا عنه ايه هو، وهو دراسة السلوك الانساني والحيواني، وبدأنا نشرح ازاي ان وجهات النظر اختلفت في دراسة السلوك. في ناس درسته من الداخل، وناس درسته من الخارج، وناس اعتمدت على مسببات السلوك، وهناخد بقى سلوكيات مختلفة سواء عقلية او نفسية او اجتماعية. المهم ان احنا درسنا يعني ايه موضوع علم النفس، درسنا اهداف علم النفس وتعرفنا عليها في الدرس الثاني، وكنا بدأنا بقى نشوف المناهج. طب يا ترى ايه هي بقى المناهج اللي بيستخدمها الباحث عشان يجمع معلوماته ويقدر يقف على ارض صلبة في دراسته للظواهر المختلفة، او زي ما بنقول المتغيرات المختلفة، او سلوكيات الانسان المختلفة. طيب احنا هناخد مجموعة من المناهج، هناخد 5 مناهج، هنبتديهم بمنهج الاستبطان، واحنا خدنا فكرة عنه واحنا بنتكلم عن المدرسة البنائية وهنشرحه دلوقتي بتوسع. هناخد منهج التجريبي، وهو من المناهج المهمة جدا والقوية جدا واللي قايم عليها معظم الدراسات الحديثة. هناخد المنهج الشبه تجريبي ونتعرف متى يستخدم وإيه الحالات اللي يستخدم فيها. هناخد المنهج الإكلينيكي وأدواته، وهنتعرف في النهاية على المنهج الوصفي والطرق اللي بيستخدمها الباحث داخل المنهج الوصفي في جمعه للمعلومات. طب النهاردة هناخد إيه؟ بما إن المناهج متعددة ويهمني جدا 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 إن حضرتك تفرق ما بينهم، تميز ما بينهم، تقدر تتعرف ايه موضوعات كل منهج اللي مسموح له ان هو يقوم بدراستها. يعني لما بيجي الباحث سواء بقى باحث ماجستير او دكتوراه او اي حاجة بيجي يشتغل، هو لما بيجي يختار بيختار تبعا للظاهرة اللي بيدرسها، الموضوع بتاعه بناء عليه بيختار المنهج المناسب لدراسته. من هنا هنقدر نقول ان نواتج التعلم بتاعتنا النهارده هي ان انا اقدر اميز بين مناهج البحث المختلفه، اجسد بالامثله على المنهج الاستبطان، اقدر ادلل بالمواقف الحياتيه على المنهج التجريبي واستنتج موضوعات المنهج التجريبي اللي يمكن دراستها، نستخلص اهميه المنهج التجريبي في دراسه السلوك الانساني. منهج الاستبطان، طب تفتكروا لما جينا نتكلم عن المدرسه البنائيه اللي كان مؤسسها مين؟ برافو عليكم، انا سامعاكم، برافو عليكم كلكم بتقولوا فونت. طيب هو فونت لما اسس المدرسه البنائيه وقال انا هدرس ما بداخل الانسان، فقادر هدرس الخبره الشعوريه الداخليه، وقعد يدرسها، درسها بايه؟ ايه الطريقه اللي استخدمها؟ ايه الوسيله اللي جمع بيها المعلومات عن، برافو عليك، عن الخبرة الداخلية ديت؟ استخدم منهج اسمه منهج الاستبطان اللي هو أول منهج إحنا هندرسه. طيب هندرس فيه إيه؟ هناخد مقدمة عنه، هناخد مبررات استخدامه والنقد، وكمان هعرفكم تعريفه وهعرفكم إيه المسميات الأخرى. يهمني أوي يا أولاد تعرف في المنهج إيه هي مسمياته، لأن أنا ممكن أستبدل كلمة الاستبطان بمسمى آخر وأجيبه لك داخل البدائل. بصوا يا شباب، ايه هو مفهوم الاستبطان؟ هو ملاحظة الفرد لنفسه وتأمله لذاته ليخبرنا عما يدور بداخله من أفكار ومشاعر وأحاسيس. واحدة واحدة كده، أنا دلوقتي تعبانة فرحت للدكتور، أول ما قعدت قدامه قال لي خير، مالك، حاسة بإيه؟ فابتديت أتكلم معاه وقلت له والله انا حاسه بوجع مثلا في كتفي، دراعي بيوجعني، مسمع في صوابع ايدي،
بشعر مثلا بكهرباء او الم ومش بعرف انام عليه، مش بعرف ارتكز عليه، مش بعرف اجي لما اجي اسوق اني امسك الدركسيون. هو انا عملت ايه؟ ده انا قعدت وفكرت وركزت ايه اللي بيحصل لي من الم وابتديت اوصفه. هو ده منهج الاستبطان بالظبط، هي عملية وصف ناتجة عن ملاحظة. الانسان بيلاحظ نفسه كده ويشوف ايه، يقول لك ايه ماما تقعد تقول لك ايه، انا حاسه ان انا مش مظبوطه اليومين دول. ليه يا ست الكل، ما انت حلوه، هو عامله لنا اكل حلو والدنيا تمام وبتروح الشغل. اه انا بقوم بالاعمال اللي عليا بس انا مجهودي قليل، تعبانه مش قادره، حاسه ان رجلي وجعاني. هي عملت ايه؟ هي لاحظت نفسها وقارنت نفسها ما بين الايام اللي بتبقى نشيطه فيها وصحتها كويسه وما بين الايه، اه لا ده انا النهارده تعبانه، ده انا مش حاسه بكذا، انا حاسه بكذا. هي دي فكره الاستبطان، ان الانسان بيلاحظ ويشاهد نفسه ويتامل ذاته ويرجع بعد كده يشوف افكاره ومشاعره ويبتدي يخبرنا بيها. يعني يخبرنا بيها، يحكي لنا عليها. طيب قلنا ايه يا شباب؟ قلنا ان منهج الاستبطان ليه عده مسميات. هو منهج التأمل الباطني أو التأمل الذاتي. يعني إيه التأمل الباطني؟ بتأمل ما بداخلي في باطن الإنسان. طيب أمال إيه التأمل الذاتي؟ ما أنا بتأمل ذاتي نفسي. أو المنهج الذاتي، منهج ذاتي ليه؟ لأنه كله بيدور حوالين الشخص اللي بيحكي لي حكايته، فهو بيحكي لي الحكاية من وجهة نظره هو. بمعنى إيه يا شباب؟ انا ممكن ابقى رايح للدكتور واقول ياه انا عارف الالم المعده ده، ده انا هيطلع عندي التهاب في جدار المعده. فانا رايح بقى بشخص نفسي للدكتور، بقول له ده انا حاسس بكذا وحاسس بكذا، ده شكله التهاب في المعده. فالدكتور يبتدي يقول لي ايه، ليه بس بتقول كده، استنى بقى ما نستخدم الادوات بتاعتنا ونشخص المشكله. اه فانا رايح، عشان كده بسميه منهج ذاتي، لان انا معتمد على وصفي لنفسي او الملاحظه الذاتيه. يعني ممكن اسميه منهج الملاحظه الذاتية، لأنه الإنسان بيلاحظ وبيشاهد إيه حالته وبيبتدي يحكيها. طيب خدنا أمثلة زي ما قلت لك، وأنا بوصف للطبيب الألم اللي أنا حاسة بيه، أو لما الواحد يكون قلقان وعنده مشكلة فيقعد مع حد من أصدقائه أو حد من قرايبه أو حد بيحبه ويبتدي يحكي له إن هو حاسس بتعب وبقلق ومتضايق، ومثلا ايه لما تقوم من النوم وشفت حلم وحش فانت اي مبزوع ومخنوق، فماما تاخدك في حضنها او بابا يتكلم معاك فتبتدي تحكي له والله اصل انا حلمت حلم وحش واي متضايق واي مخنوق. هو اللي انت بتحكيه محدش شافه غيرك، اللي انت بتحكيه محدش حاسه غيرك، فمين اللي لازم يوصفه؟ هو انا. فهي دي أمثلة متعددة على منهج الاستبطان. طب يا ترى ليه بنستخدم منهج الاستبطان؟ بصوا يا شباب، منهج الاستبطان من المناهج الضعيفة. يعني إيه ضعيفة؟ يعني من المناهج اللي العلماء ما بيحبوش يعتمدوا عليها كتير، علشان المعلومات اللي بتبقى جاية من خلال استخدام منهج الاستبطان بتكون معلومات قايمة على ذاتية المفحوص أو ذاتية الشخص اللي احنا بنسأله. بمعنى ايه؟ انت لو جيت قلت لي ايه؟ ايه يا عم انت بتخاف من الكلاب؟ فانا بقى مش عايزة ابان قدامك ان انا خوافة وكده، اقول لك ايه؟ لا 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 ما بخافش منهم ولا حاجة، انا ممكن اكذب. فعشان كده بقول عليه ان هو من المناهج الضعيفة اللي دايما انا ممكن كشخص انت بتحبني فانت بتحكي لي كل حاجه، اجي واحد تاني يستخدم معاك نفس المنهج فتقول له معلومات مختلفه تماما. فبقصد بيه ان استخدامه من اكتر من باحث ما بيدينيش نفس النتيجه. طب ليه اصلا بستخدمه؟ ده بقى اللي احنا عايزين نتعرف عليه، ايه مبررات استخدامه؟ اولا بستخدمه لما بكون بدرس ظواهر نفسيه معينه، ظواهر نفسية ما ينفعش حد يحكيها لي إلا أنت، مهما عملت أو مهما قلت أنا مش هعرف، أو مهما ركبت لك كاميرات أنا مش هعرف أدرسها إلا لما أنت تحكيها لي. إيه ده الظواهر دي؟ زي إيه يا ميس؟ هقول لحضرتك زي الأحلام. هو في حد بيشوف الحلم بتاعك غيرك؟ لا طبعا. يعني أنا لو أنت نايم كده ركبت لك كاميرا هقدر أصور الحلم بتاعك؟ لا طبعا.
امال ايه؟ محدش هيقدر يقولي الحلم اللي ازعجك او الحلم اللي بسطك غيرك انت، فيبقى بالتالي انا محتاج لما اجي ادرس الظاهره زي الاحلام وتاثيرها على سلوك الانسان وارتباطها بحالته الانفعاليه، يبقى لازم الجا لمين؟ لمنهج الاستبطار. الحالات الشعوريه للفرد زي الخوف او الغضب، مين اللي بيحس بالخوف؟ انا. طب انا ممكن ابقى ماشي جنبك ومش عارف انك خايف او قلقان، يبقى مين اللي هيقول لي؟ انا. يبقى لازم استخدم منهج الاستبطان فيها. ايه كمان يا شباب؟ الاختبارات الشخصية، ودي بتتطلب من الفرد الإجابة اللي بتوضح ميوله ورغباته. دلوقتي جبت اختبار معين وابتديت أوزعه عليكم في الفصل. ليه يا شباب الاختبار ده؟ ده احنا عايزين نتعرف على ميول كل فرد فيكم، بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ طب يحب يكمل دراسته في ايه؟ طيب مين اللي هيقول لي المعلومة دي؟ ينفع انا اجاوب نيابة عنك؟ لا، لازم انت اللي تقول. اه ده انا بحب الرسم جدا مثلا. لا يا عم انا بحب العزف على الموسيقى. هتلاقي نفسنا اختلفنا. ليه؟ لان كل واحد بيقول اللي هو عايزه، اللي هو بيحبه. بستخدمه كمان في العلاج النفسي، بستمع المعالج الى ما يرويه المريض عن مشاعره ومخاوفه. طيب بصوا بقى، في نقطة مهمة جدا ركزوا فيها، ودي أنا هرجع أربط ما بينها وما بين المنهج الإكلينيكي لما نيجي ندرسه. إيه هي مس النقطة ديت؟ بيقول لك لما بيجي حضرتك تروح كده لدكتور نفسي أو طبيب نفسي، فبتقعد معاه فبتبتدي تتكلم معاه وتقول له كالآتي: والله أنا عندي شعور بالقلق، شعور بالقلق دوت، دايما قلقان ان في حاجة وحشة هتحصل لي، ان دايما المستقبل مخبي لي حاجات مقلقة. هو مين اللي بيحكي؟ انا. طب المعالج النفسي بيعمل ايه؟ بيكتب المشكلة اللي انت بتعاني منها. بعد كده لما يبتدي يستخدم ادوات زي مقاييس وبتاع، يبقى دخل في اكلينيكي. طول ما هو انت بتتكلم وبتحكي، ده منهج استبطان. هو ينفع ان انا لما اجي ادرس الظاهره استخدم اكتر من منهج؟ ايوه يا فندم ينفع. يبقى هنا انا لما باجي اعالج حاجه بتخص الانسان داخليه وبسمعه لشكواه، انا بستخدم منهج الاستبطان. طيب بستخدم منهج الاستبطان عشان احدد ميول الافراد نحو الاشياء المختلفه. بمعنى ايه يا شباب ان انت عايزه تحددي لنا الميول؟ بمعنى حبيبي ان انا بحدد انت برضو بتحب ايه وبترغب في ايه ولا ترغب في ايه. فميول الفرد، انا عايز اقول لك دلوقتي بس هعمل استفتاء: هيا يا جماعة احنا هنعمل كذا لما نيجي مثلا هنخرج، خلاص؟ فتروحوا منزلين على الجروب دلوقتي مثلا استفتاء على الواتساب: يلا يا شباب شوفوا هنخرج فين. فحطيته اكتر من مكان، وابتدى كل واحد هو اللي يخش يختار المكان اللي هو بيحبه. فاخترنا وشفنا مين اكتر الاصوات، وابتدينا نقول يا جماعه طب دي اكتر اصوات، ايه راي الناس اللي اختارت حاجه تاني؟ ها حابين هتيجوا معانا ولا ايه؟ فاحنا عملنا ايه يا ولاد؟ احنا بنشوف كل واحد ميوله ايه، بيرغب في ايه. طب انا استخدمت ايه؟ ما انا استخدمت منهج استبطان. محدش هيقدر يقول لك إيه؟ آه لا 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 احنا هنعمل كذا هنعمل كذا. لا، حاجه تخصني انا، انا ارغب فيها او لا ارغب فيها. احنا اتكلمنا عن الحالات التي يستخدم بها منهج الاستبطان. طب ايه بقى النقد؟ يعني ايه نقد؟ يعني العلماء قالوا يا ده المنهج ده ضعيف زي ما انا قلت في الاول. طب هم قالوا ان هو ضعيف ليه؟ وايه مبرراتهم؟ ويا ترى امتى ما ينفعش استخدمه؟ اولا قال لك بيتاثر التامل الذاتي اللي هو مين؟ منهج الاستبطان، ده مسمى تاني من مسمياته، بالتجربه الشخصيه لصاحبها. بمعنى ايه؟ بص يا حبيبي، ابسط الامور خالص، حضرتك لو شفت حادث في الطريق لما تيجي تحكيه غصب عنك هتزود شوية حاجات. خلاص خلصت القصة وحكيتها لواحد، روحت البيت وقابلت بابا ياه شفتوا عمل ايه اللي حصل؟ ده الراجل اتخبط عليه وراح طاير فوق، وهو ممكن يكون خبطة بسيطة. ياه وانا كنت جنبه كنت هتخبط، انا كنت هتخبط. هو غصب عن الإنسان
الإنسان دايما ذاتيته بتأثر في حكايته، غير إن أنا ممكن أبقى مش عايز أديك المعلومة الصحيحة، ودي تاني نقطة، فبضلل الباحث. تضليل الباحث وقطاع وإعطاء معلومات كاذبة، بمعنى مثلا الباحث ده عامل لنا جلسة جماعية، فبيسأل كل واحد: وانت بقى بتلعب مثلا رياضة ايه؟ انت اصلا لعبت رياضة؟ شفت رياضة بس لقيت كل اللي اتكلموا قالوا وحكوا وعملوا وسووا وخدوا وودوا، وانا هطلع ماليش فيها؟ لا، ما ينفعش. فتروح عامل ايه؟ كذب. اغلط، انا بلعب كذا وكنت بطل كذا وبعرف اعمل كذا. هو انت عملت ايه؟ قلت معلومات خطأ، فبالتالي الحكم عليك هيبقى خطأ، فبالتالي علاجك هيبقى يكون بصورة خاطئة. يصعب استخدامه في مواقف التفكير العميق أو الانفعالات الحادة. ما ينفعش أجيب شخص وهو في حالة انفعال جامد 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 مثلا وبتخانق ومتعصب، أوصف لي شعورك إيه؟ هو هيوصف لي شعوره، هيشيل طوبة ويديني بيها. هو إيه ده؟ ما هو ده رد فعل. لما يكون الانسان في حاله انفعال شديده ما ينفعش اقعد اقول له: يلا بقى قول لي، احكي لي انت حاسس بايه، وحاسس بايه في جسمك، وبتفكر في ايه دلوقتي. لما الانسان يكون في حاله تفكير عميق، بمعنى ان مثلا الانسان بيعاني من مشكله، ما اقعدش اضغط عليه اقول له: ها وقول لي بقى، باباك كان بيضربك؟ كان بيعذبك؟ كان بيعمل كذا؟ هينهار، وبالتالي مش هيديني معلومه صحيحه. كمان يا اولاد، إن إحنا بنقول إن بتتغير حالة الشخص الشعورية لقيامه بعمليتين عقليتين، وهي باحث ومبحوث أو فاحص ومفحوص. يعني إيه؟ ده أنا في نفس اللحظة بعمل حاجتين، أنا المريض وأنا اللي بحكم على نفسي، بحكم على الكلام اللي طالع من بقي. فبالتالي طب هو أنا لو قلت كده هيبقى شكلي إيه؟ طب هو أنا لو عملت كذا هيبقى إيه؟ فبحكم على نفسي، فأصبحت فاحص ومفحوص، فبالتالي ممكن أغير من إيه؟ من شعوري، أو أغير من كلامي. يصعب استخدامه مع الأطفال ومنخفض القدرة اللغوية. لما يكون عندي طفل صغير، والطفل ده أصلا القدرات اللغوية بتاعته ما بتسمحلوش إن هو يحكي، ده الأمهات بتعاني جدا في فترة اللي الطفل فيها ما بيعرفش يتكلم. بتعاني ليه؟ بتبقى يا عيني محمياه ومأكلاه مشرباه ومغيراله كل حاجة، وعمال يعيط: طب انت يا ابني قول لي مالك، فيك ايه؟ تفضل تسأله كده. ليه؟ لأنه عنده صعوبة في اللغة انه يتكلم ويشتكي هو حاسس بايه. هو ممكن يكون عايز يتحضن، بس هو ممكن يكون حاسس بقلق او توتر، ممكن تكون الام متوترة فالتوتر ما نقول له، بس احنا مش عارفين يحكي لنا ده. فعشان كده المنهج ده لا يستخدم مع الاطفال. طب مين منخفض القدرات اللغوية؟ الناس اللي عندها صعوبة في الكلام، صعوبات في التخاطب، لجلجة، تأتأة، هيتكلم ويحكي لي ازاي؟ كلامه هيطلع غير منضبط. طيب عادة يا أولاد، لما بنيجي نكون عايزين ندرس حاجة عند الأطفال، بنسيبهم ونلاحظهم في مواقف اللعب، بنديهم ورقة وقلم ونعتمد على الرسم. ما انت هتقولي: طب ما احنا هنعمل معاهم ايه؟ معنى كده بقى ان احنا دول لما يكون عندهم مشكلة ما نساعدهمش؟ لا طبعا بنساعدهم، ولكن بنستخدم أدوات مناسبة ليهم. زي ايه يا شباب؟ انا مثلا ايه، بسيب العيال يلعبوا مع بعض واقعد كده اركز: اه ده الولد ده عنده عناد، ده كل ما حد بيعمل كذا بيعمل كذا، عكسه بيعند معاه، ده الولد ده انطوائي. طب انا حكمت عليه ازاي؟ ده كل شويه ياخد لعبه ويروح يقعد بعيد لوحده، مش مسمح لحد انه يلعب معاه. طيب هل احكم عليه من موقف واحد؟ لا. طيب خد يا ابني ورقه والقلم وارسم، فيرسم، تبص تلاقي رسم واحد قاعد في ركن ورسم ناس كتير بعيد. اه، انتوا عارفين حتى اختبارات الذكاء اللي بتطبق على الاطفال دايما بتعتمد على الحاجات الادائيه اللي فيها، مثلا بيركب مكعبات، بيرسم رسمه، يعني في اصلا مقياس اسمه رسم الرجل، بيعتمد ان هو الطفل بيرسم الشخص، فبيشوف ايه النواقص اللي فيها، هل رسم له عينين، رسم له رموش، رسم له شعر، ودان، فم، وبيبتدي كل حاجة بيكون ليها بوينت. ده ليه؟ عشان اقدر اقيم الطفل. يبقى منهج الاستيطان يصلح مع الاطفال؟ لا يصلح. يصلح في مواقف التفكير العميق؟ لا يصلح. لا يصلح في المعلومات المؤكدة، لان ممكن يحصل تضليل،
بيتأصل بالخبرة الذاتية أو الخبرة الشخصية، كمان بيتغير لأن الإنسان فيه بينقسم إلى فاحص ومفحوص أو باحث ومبحوث. ده منهج الاستبطان. قبل ما ابتدي في المنهج التجريبي، أنا عايزة أكد تاني، منهج الاستبطان قائم على ملاحظة الفرد لذاته. بلاحظ نفسي، براقبها، براقب إيه؟ أفكاري، مشاعري، أحاسيسي، وببتدي أعمل إيه؟ أحكيهم، بخبر الآخرين بيهم. منهج الاستبطان لعدة مسميات، ممكن أقول لك التأمل الباطني، التأمل الذاتي، التأمل الشخصي، الملاحظة الذاتية. كل دي مسميات لمنهج الاستبطان. ليه مبررات لاستخدامه، أو زي ما بنقول موضوعات بيدرسها، وليه نقد أو عدم استخدام، إمتى وإمتى، دي مهمة جدا إن إحنا نعرفها. تاني منهج عندنا ومن المناهج القوية جدا اللي بنعتمد عليها لحد دلوقتي، وهو من أقوى المناهج، هو منهج التجريبي. بيقابله كمان منهج شبه تجريبي، وده هناخده الحصة الجاية وهنقول إمتى ده يستخدم وده يستخدم. تعالوا نبص على المنهج التجريبي. المنهج التجريبي من اسمه هي عملية بنجري فيها تجربة. عشان نعمل إيه؟ بيقول لك هو دراسة أثر متغير ما على متغير آخر بطريقة تعتمد على التحكم الكمي الصارم في المتغيرات. لا لا لا، ده الموضوع كبير جدا. يعني إيه الكلام ده؟ تاني، التعريف هو دراسة أثر متغير ما على متغير آخر بطريقة تعتمد على التحكم الكمي الصارم في المتغيرات الدخيلة. بص يا باشا، المنهج ده بيعمل تجربة، وعشان نعمل تجربة لازم تكون بتتميز بالدقة الشديدة. ليه؟ لأن أنا لو عملت تجربة عشوائية ممكن تؤدي لنتائج سلبية. زي إيه؟ يعني إيه تقصدي أثر متغير على متغير؟ يعني حاجة بتأثر على حاجة. زي دلوقتي حضرتك قاعد في الامتحان وبتذاكر وبتحل الامتحان، امتحان ثانوية عامة، وخدت الورقة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ولسه هتبدأ تحل، إذ فجأة توك توك واقف تحت الشباك بتاع اللجنة بتاعك مشغل أغاني على أعلى صوت، ودب دب 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 دب. كل المعلومات اللي كانت في دماغك اللي انت لسه اول ما شفت الاسئله وفرحت وهتقعد تحل راحت. راحت فين؟ ليه؟ عندك صعوبه في حل الامتحان ليه؟ لان في حاجه اثرت عليا. الحاجه دي مين؟ الضوضاء. هو دي الفكره، ان انا بدرس تاثير حاجه على حاجه تانية. طيب الضوضاء دي بسميها متغير مستقل. وحضرتك التحصيل الدراسي بتاعك او المذاكره او الامتحان اللي كنت هتحله اللي اتاثر اللي وقع عليه التاثير ده متغير تابع. طيب تعالوا نشوف كمان ايه المتغيرات الدخيله اللي احنا بنتكلم عليها. يبقى زي ما احنا شفنا كده، من شروط المنهج التجريبي، من شروط التجربه اللي انا هعملها، ان يكون عندي متغير مستقل وعندي متغير تابع. فبعمل لهم حاجة اسمها ضبط تجريبي، تحكم دقيق في المتغيرات. بمعنى ايه؟ المتغير المستقل اللي هو الضوضاء، انا عايز اشوف تأثيره على التركيز. فرحت جايب طلبة قعدتهم في موقف كأنه موقف امتحاني وقاعدين بيحلوا، وفجأة رحت مشغل صوت جامد، صوت ضوضاء، فتشتتوا، مش عارفين يحلوا، مش عارفين يركزوا. انا عملت ايه؟ ده انا بعمل تجربة. طب تعالى اديك مثال تاني وتجربة تانية، ونطلع منهم المتغير البديل والتابع والمتغيرات الدخيلة. حضرتك قمت الصبح قلت ايه؟ انا هقوم اتفسح. هنتفسح، نروح فين؟ نروح اسكندرية. طيب هنروح اسكندرية، طب ما ايه رأيك بقى ما نعمل تجربة؟ تجربة ايه؟ نشوف السرعة، أثر السرعة على الوقت. بمعنى ايه؟ احنا لو مشينا بسرعة 100 كيلو هنوصل بعد قد ايه؟ فرح قال لك ايه؟ صاحبك قال لك ايه؟ طب قول لي يا عم المسافة قد ايه وانا احسبها لك. قلت له لو من النقطة اللي احنا واقفين فيها لحد النقطة اللي هنوصل لها 200 كيلو مثلا،
حلوة قوي، لو مشينا على سرعة 100 كيلو هنوصل بعد ساعتين. ما احنا ولا وقفنا ولا قعدنا ولا كنا ولا شربنا، احنا ماشيين في الطريق على سرعة 100 كيلو، رجلينا ثابتة على البنزين، وصلنا بعد ساعتين. دي تجربة. طيب وانت ماشي على سرعة 100 كيلو، فجأة عجل العربية فرقع، فبدل ما توصل بعد ساعتين وصلت بعد 3. هو السبب السرعة؟ يعني السبب اللي احنا التجربة اللي احنا بنعملها، احنا كنا عايزين ندرس أثر السرعة على الوقت. هل السبب السرعة؟ لا. أمال إيه السبب؟ هي دي بقى المتغيرات الدخيلة. بصوا شكلها عامل إزاي؟ بوظت لي التجربة. عشان كده يا أولاد الباحث بيعمل لها عزل. بمعنى إيه الكلام ده بقى؟ إن أنت قبل ما تركب العربية دخلت البنزينة، مليت التانك بنزين، ودخلت عند بتاع الكاوتش، بص لك على الكاوتش ونفخ وظبطه، بصيت على الزيت بتاع العربية وظبطت عربيتك عشان تجري التجربة. طيب تعالي أديك مثال تاني. أنا هستخدم النهاردة استراتيجية جديدة. يعني إيه استراتيجية؟ طريقة شرح جديدة. هنعمل مع بعض حاجة زي مسرحية منهج، فأنا مجهزة كده وعايزة أشوف هتحفظوا الدرس من خلالها ولا لأ. فرحت جايبة مجموعة مثلا من الطلاب بيمثلوا، وقعدوا مثلا يمثلوا لكم شخصيات مثلا بتاعت ابن خلدون واوجست كونت وامل دوركان، واحنا بنعمل المسرحيه وانتم مندمجين وقاعدين تعرفوا الاحداث، راح النور قاطع. لا اله الا الله. وايه اللي حصل؟ ده في متغير دخيل دخل بوظ لي التجربه. هل هنا انا قدرت ادرس التاثير بتاع مسرحيه المنهج على ان انا احصل المعلومه؟ لا، التجربة باظت. باظت ليه؟ لأن المتغيرات الدخيلة دخلت بوظت التجربة. هديك مثال تالت. كل دي أمثلة علشان لما يجي لنا سؤال في الامتحان يبقى عندي أمثلة. إيه كمان؟ جيت أنا أعمل برنامج. يعني إيه برنامج؟ مجموعة من الأنشطة هنزل هطبقها على مجموعة من الأطفال مثلا مصابين بمرض ما، عشان أساعدهم إن هم نفسيتهم تتحسن وكده، وعايزة أشوف هل فعلا الأنشطة دي بتأثر على حالتهم النفسية ولا لأ. فروحت جايبة قاعة جميلة وقعدت وجبت الولاد وابتديت أديهم الأنشطة، وابتدى الولاد يطبقوا ويعملوا الأنشطة. وإحنا شغالين كل شوية حد يخش يخبط علينا، يا فلان تعالى أقولك. راح قافلين علينا النور، الجو حر والولاد قاعدين عرقانين. طب لو الولاد دول جعانين؟ دي كلها اسمها متغيرات دخيلة بتأثر بالسلب. طب انا اعمل ايه؟ ده انا سبت الولاد يتغدوا وناموا شوية، واتفقت مع الناس الموجودة في المكان محدش خبط علينا او يطلبنا في اي ظرف. مثلا مركب مولد كهرباء عشان لو حصل اي ظرف يفضل النور شغال. اتأكدت ان التهوية جيدة. انا عملت ايه؟ انا عزلت المتغيرات الدخيله عشان ما تبوظليش التجربه. دي فكره المنهج التجريبي. يبقى المنهج التجريبي ليه 3 متغيرات، متغير مستقل وده اللي انا عايز ادرس اثره، ومتغير تابع ده اللي انا عايز ادرس تاثره، ومتغيرات دخيله دي انا عايز اعمل فيها ايه؟ اعزلها. لو حضرتك مثلا دخلت معمل الكيمياء وجيت تعمل تجربه على احد انواع الغازات، فحطيت مثلا هيدروجين ومعرفش ايه وهنشوف التجربة. بس احنا يا جماعة لازم لما نيجي نعمل التجربة ديت يكون في عزل تام للأكسجين أو لثاني أكسيد الكربون، لأنه لو اتوجد هيحصل انفجار. طب احنا ما عملناش كده، حصل الانفجار. شفتوا بقى يا أولاد إن المتغيرات الدخيلة ممكن تؤدي إلى مشكلة كبيرة، عشان كده بيحصل لها العزل. تاني شرط من شروط قيام المنهج التجريبي هي استخدام مجموعتين متكافئتين. ليه؟ عشان أقارن بينهم. في مجموعة بسميها المجموعة التجريبية، والمجموعة التجريبية دي هي اللي أنا بجري معها التجربة، بجري معها التجربة. دي اللي أنا عملت معاها مسرحية المنهج. أما المجموعة الضابطة هي نفس المجموعة التجريبية. يعني إيه نفسها يا ميس؟ يعني أنا بختار طلاب تانيين ولكن نفس السن، نفس النمو، نفس المرحلة المستوى الاجتماعي والثقافي، عشان تكون مساوية ليها بالظبط.
دول بدخل عليهم مصلحة المنهج ودول بدرس لهم بالطريقة القديمة العادية وقارن ما بين درجات الاتنين. هنا بقى أقدر أقول فعلا التجربة نفعت ولا ما نفعتش. زي ما أنا عملت، جبت الأطفال دولت وقعدت عملت معاهم أنشطة وأكتيفيتي كتيرة عشان أحسن من حالتهم النفسية، وفي نفس الوقت عندي عينة تانية ما عملتش معاها حاجة. لما جيت أطبق على دول مقياس مثلا للحالة النفسية ودول مقياس للحالة النفسية، دول جابوا درجات كويسة وحالتهم النفسية اتحسنت ودول لأ، يبقى التجربة نجحت. يبقى المجموعة الضابطة هي وسيلة بستخدمها عشان أقارن ما بينها وما بين المجموعة التجريبية وأعرف نجاح التجربة. يبقى تالت شرط هو التقويم، والتقويم ده اللي هو الاختبار اللي أنا عملته بعد إجراء التجربة عشان أقدر أتعرف هل فعلا التجربة نجحت أم لم تنجح. يبقى إيه هو المنهج التجريبي؟ هو دراسة أثر متغير على متغير آخر، دراسة أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. بطريقة إيه؟ تعتمد على التحكم الكمي الصارم في المتغيرات الدخيلة، بعزلها، بمنحها تحصل. بستخدم إيه؟ بستخدم مجموعة تجريبية ودي اللي بجري معاها التجربة، مجموعة ضابطة ما بجيش جنبها بس لازم تكون متساوية مع المجموعة التجريبية، بقارن ما بينهم وبيحصل التقويم عشان أطلع بالنتيجة. شرحنا المنهج الاستبطان، شرحنا المنهج التجريبي، تعالوا نشوف الأسئلة ونشوف كل واحد فيهم أقدر أطلع الموضوع ده مناسب للمنهج اللي أنا بستخدمه ولا لا. أجريت دراسة لمعرفة أثر فاعلية برنامج لتنمية الدعابة لدى عينة من الأطفال المصابين بمرض السرطان. نستنتج من تلك الدراسة اعتماد الباحث على المنهج الوصفي الإكلينيكي الاستبطاني التجريبي. تعالوا نشوف إيه رأيكم. ده بيقول لك إن أنا درست أثر إيه؟ برنامج بنمي بيه الدعابة. يعني إيه الدعابة؟ الضحكة، بعلم الناس تضحك. طيب عند عينة من الأطفال المصابين بمرض السرطان، خلاص يبقى أنا عايز أدرس إيه على إيه؟ ده أنا بدرس متغير مستقل بتاعي فين؟ تنمية الدعابة. هي ده البرنامج. البرنامج اللي انا بعمله ده عايز اعرف هيأثر على الحالة النفسية للأطفال دولت ولا لا. يبقى ده منهج استبطاني، انا قعدتهم وسألتهم، لا ده انا طبقت معاهم أنشطة، ده انا بدرس أثر متغير على متغير آخر، يبقى ده المنهج التجريبي. السؤال التاني، قام أحد علماء النفس بإجراء دراسة عن شعور الخوف من الامتحان ونتيجة الطلاب. تشير الدراسة السابقة لأحد مناهج البحث في علم النفس، وصفي كلينيكي استبطاني تجريبي. يلا اكتبوا الإجابات بتاعتكم في الشات. إيه رأيكم؟ بقول لك دراسة عن شعور الخوف من الامتحان. طب هدرس الخوف من الامتحان إزاي؟ هو ده تجريبي؟ بعمل تجربة؟ لا، ده أنا قعدت الطلاب وقلت لهم إيه لما بتبقوا في الامتحان بتحسوا بإيه؟ وبالتالي هيترتب عليهم النتيجة بتاعتهم. ده منهج مين؟ منهج الاستبطاني. مش انا سألته وهو تأمل ذاته وحكالي، يبقى منهج الاستبطاني. سؤال رقم 3، قام احد الباحثين بدراسة نتائج عرض فيديو تعليمي على جذب انتباه التلاميذ. بصوا يا شباب، اثر اهو، نتائج عرض فيديو تعليمي على جذب انتباه التلاميذ. تكشف الدراسة السابقة عن احد مناهج البحث في علم النفس، وهو الاكلينيكي التجريبي الاستبطاني الوصفي. ايه رأيكم يا شباب؟ ده انهي منهج؟ انا سامعكم بتجاوبوا صح، فعلا ده المنهج التجريبي. ليه؟ ده انا لسه كنت بقول لكم هستخدم مصلحة منهج، عرضت بقى عليكم فيديو، فالفيديو جذب انتباهكم فقعدتوا فهتحصلوا الايه؟ المعلومة بشكل افضل. طب تعالوا نشوف سؤال مقالي، طلب احد المدربين من احد اللعيبة وصف شعوره اثناء لعب لعبته المفضلة. استنتج من الموقف السابق المنهج الذي اعتمد المدرب عليه. قعد كده قال له ايه؟ قول لي بقى يا ابني لما بتلعب مثلا كرة طايرة ولا سباحة بتحس بايه؟ قول له ياه ده انا بلاقي نفسي كده، ده ببقى مبسوط قوي، ببقى عايز الكور كلها تجيلي عشان اجيب بوينت. انا عملت ايه؟ استخدمت منهج الاستبطان. هنشوف سؤال تاني، قيام أحد الباحثين بإعداد برنامج تدريبي لتأهيل ذوي الإعاقة مهنيا. برنامج، بعمل برنامج عشان أأهل أعدل حاجة،
ما دام برنامج بعدل بيه سلوك يبقى تجربة، وما دام تجربة يبقى منهج التجريبي. زي ايه مثال بقى؟ قيام احد الباحثين باجراء دراسة لمعرفة اثر التعلم النشط على التحصيل الدراسي لدى عينة من طلاب المرحلة الابتدائية. كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية حصتنا، خدنا النهاردة اول منهجين من مناهج البحث في علم النفس. ان شاء الله لو كان لينا عمر الحصة القادمة هنكمل مع بعض مناهج البحث في علم النفس، اللي هما 3 مناهج: المنهج الشبه تجريبي، هقول لكم الرابط بينه وبين التجريبي، والمنهج الاكلينيكي ونميز بينه وما بين الاستبطان، والمنهج الوصفي والطرق بتاعته. سعيدة اني كنت معاكم، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. اي سؤال انا في انتظاره. كنت معاكم دكتورة شيماء فهمي، جزيل الشكر ليكم وللإدارة العامة للمحتوى التعليمي. دمتم بألف خير وصحة وعافية.